تعتبر المدرسة القرآنية إحدى المنارات التعليمية والتربوية التي تحافظ على هوية الأمة الإسلامية. هنا بالجهة الشرقية لمسجد الحسن الثاني تتعالى أصوات تلاوة القرآن من داخل كتاب المدرسة كمرحلة أولى من مراحل التحصيل. تأسيس المدرسة جاء في إطار الجهود المبذولة من أجل النهوض بالتعليم العتيق لتكون مركزا علميا يعمل على إنجاز الأبحاث والدراسات في ميدان العلوم الشرعية، وعلى تخريج كفاءات مؤهلة علميا وتربويا للقيام بمسؤولياتها في التوعية والبناء الحضاري. هذه المدرسة جاءت في إطار مشروع التعليم العتيق الذي يريد الإرجاع مجد التعليم العتيق، التعليم الشرعي والتعليم الديني بهذا البلد السعيد إلى ماضي مجده. تتبنى التعليم العتيق غايتها تكوين حملة كتاب الله تعالى في العلوم الشرعية والعلوم اللغوية، تأسيس نواة لعلماء في المستقبل إن شاء الله تعالى. وكنا ندرس هذين الأصلين، والعلماء الذين قاموا بهذه المهمة هم متقنون وهم عالمون، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. إن النفوذ الديني والروحي للمملكة المغربية بدول غرب إفريقيا والمتجذر عبر التاريخ جعل طلاب العلم من هذه الدول خلال السنوات الأخيرة تسعى لتحصيل العلوم الدينية على يد شيوخ بمختلف المدارس القرآنية. هذه المدرسة تحتوي على 4 أطوار في 12 مستوى: الابتدائي والإعدادي والثانوي والنهائي الجامعي. أما عدد الطلبة فيتجاوز 270 طالبا، من بينهم 17 أجنبيا من إفريقيا جنوب الصحراء كالسنغال ونيجيريا والطوغو. هؤلاء الطلبة أمتهم تكرمهم قبل أن يكرمهم أحد، لا يكاد خريج المؤسسة يقف للبحث عن عمل أو عن وظيفة، تستخطفوا من المساجد الكبرى والإرشاد. التحقت بهذه المؤسسة الكريمة سنة 2012 حيث أتقنت حفظ كتاب الله تعالى وحصلت على الشهادة الابتدائية من العمومي، وكانت رغبة والدي أن أحصل على العلوم الشرعية وأتفقه في الدين وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت إلى هذه المؤسسة. تأسست المدرسة القرآنية من أجل نشر العلوم الشرعية والدراسات القرآنية في إطار يراعي تصورات العصر. انتهجت هذه المدرسة منذ تأسيسها نظام التعليم العتيق، جاءت لتستوعب النظام التعليمي التقليدي الذي كان مطبقا في المدارس والزوايا، وأضافت إليه مواد تفتح بلغات حية وعلوم اجتماعية وإنسانية بحتة، حتى يستطيع المتخرج أن ينخرط في بناء مجتمعه متسلحا بتصور شرعي سليم ورؤية عصرية تؤهله ليكون عضوا فاعلا في المجتمع أثناء قيامه بواجباته الدينية ومسؤولياته الحياتية.